هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضا، فيديو بلوجر بنفس اللبس نفس كل حاجة. هكمل سلسلة العناية بالشعر. في حاجة بقى اسمها بروتين الشعر. اوكي، ايه هو بروتين الشعر؟ ان نسبة البروتين بتبقى عالية في الشعر. الشعر اصلا بيتكون من كرياتين وبروتين، فلما بيزيد قوي نسبة البروتين في الشعر بيخلي الشعر مطفي مفيهوش لمعة، وهتحسيه ملمسه غريب، هتحسي ملمسه عامل زي شعر اللعبة، شعر العرايس. تمام. المهم النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم على بروتين الشعر وازاي تختاري المنتجات حسب كل نوع شعر، حسب البروتين بتاعه. فياريت قبل ما تتابعوا الفيديو متنسوش اللايك على الفيديو بتاعي، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في حاجة اسمها بروتين شعر عالي وفي حاجة اسمها بروتين شعر منخفض. البروتين مختلف شوية عن مسميات الشعر. في ايه؟ ان البروتين مرة يعلى ومرة يوطى، مرة يعلى احنا لازم بقى نحافظ عليه متزن، لا هو يعلى قوي ولا ينخفض قوي. المسامية خلاص، ما دام المسامية عالية ما فيش حل غير انك تهتمي بشعرك بطريقة معينة. اما بروتين الشعر لا، انت لازم كل شوية تعرفي اذا كان بروتين شعرك منخفض عالي منخفض عالي كده، لانه مش ثابت، مش ثابت زي المسامية. اوكي، هتعرفي ازاي؟ هيقولوا لك برضو سمعت كتير اختبارات وكده. لا، هو من شكل الشعر عموما، يعني تحسي شعرك وانت شعرك بتبصي عليه كده بتحسي ان هو مطفي، وانت بتحركيه كده تحسي ان في لمعه ولا ملزق وكامش في بعضه كده، وشعره ماسكه في شعره ومكلكع كده وملبك مع بعض. هنا لو حسيت المواصفات دي موجوده في شعرك فدوت شعرك بروتين وعالي. البروتين المنخفض مش هيبان قوي انت لو ما حسيتيش بالاعراض اللي انا قلت لك عليها بتاعت البروتين العالي. اوكي، خلاص استخدمي المنتجات اللي فيها بروتين عالي. فاهمين قصدي؟ يعني انت دلوقتي واحده شفتي شعرك مكلكع وملبك في بعض وماسك في بعضه كده ومطفي وعامل زي شعر العرايس البلاستيك، يعني لما بتجيبي عرايس كده زي باربي وكده هتلاقي شعرها ملمسه مختلف شويه عن الشعر الحقيقي. لما يبقى بروتين شعرك عالي بيبقى نفس الملمس كده. فانت لو حسيت الاعراض ديت على شعرك بس منتهى البساطه هتبطلي كل المنتجات اللي فيها بروتين شعر عالي. حاليا معظم المنتجات فيها بروتين شعر عالي. تعرفي ازاي؟ بيبقى مكتوب عليه بروتين عالي، او هتلاقي مكتوب عليه كرياتين مثلا زي الفيف ده هتلاقي مكتوب عليه بروتين، هتلاقي مكتوب هنا في الحتة دي بروتين. هتلاقي معظم المنتجات اللي فيها جوز الهند، تمام، هتلاقي برضو البروتين بتاعها عالي. بصوا، اختاروا دايما منتجات خالية من الكرياتين. اوكي، مش مكتوب يعني ملهاش، مش مكتوب عليها ان هي كرياتين زي اي كرياتين مثلا، عشان بقى اي كرياتين انا بحبها جدا جدا على فكرة. تمام، بس لو انت حسيتي ان شعرك فيه بروتين عالي تجنبيها بس فترة، شهر ولا شهرين، بعد كده ارجعي لها تاني. تمام، واختاري دايما المنتجات اللي مكتوب عليها زيت الارجان، زيت اللوز الحلو، الحاجات ديت هي اللي هتختاريها في الفترة اللي هتمنعي فيها او هتعالجي شعرك فيها من البروتين العالي للشعر. بصوا، زيادة الحاجة عن حدها دايما بتقلب ضد عليكي. يعني انت لو بروتين عالي هتلاقي شعرك اتقصف، يعني اتقصف بقى باهت، بيتقطع بسرعة، الكلام ده كله. نفس الحكاية لو البروتين قل قوي عن الشعر هتلاقي نفس الحكاية شعرك بيتقصف بسرعة. تمام، فاحنا لازم دايما ايه نراقب شعرنا، نراقبه ازاي؟ لقيتيه مكلكع زي ما قلت لكم هتقومي متجنبه تماما كل المنتجات البروتين اللي مكتوب عليها الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. تمام، وهتغسلي شعرك غسله حلوه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انك هتجيبي شامبو فيه الكلوريد الصوديوم اللي هو بيرغي حلو جدا، وهتشطفي شعرك حلو جدا. اوكي، و بس ما تحطلوش لا بلسم ولا اي حاجه، وحطي بس لما تخرجي حطي عليه نقطة صغيرة من زيت الأرجان. تمام، و يعني استني يومين كده واغسلي شعرك تاني. اوكي، وحطي له بقى ايه البلسم اللي فيه زيت الأرجان، في الجوجوبا، في الحاجات ديت، البلسم والشامبو اللي فيه الحاجات اللي ما فيهاش الحاجات اللي مكتوب عليها بروتين او كرياتين. تمام، حطي بقى يعني بعد الشاور بقى تحطي زيت الأرجان، ما عندكيش زيت الأرجان زيت الجوجوبا وبس، هو ده بس اللي هتعمليه علشان تتخلصي من البروتين العالي للشعر. تقعدي على الموضوع ده شهر، شهر ونص، بعد كده ترجعي تاني كل فين وفين برضو هتستخدمي الحمامات الكريم وكده او البلسم اللي فيه بروتين عالي، مش
بعد كل حماية او حاجة، لا بعد فترة. يعني مثلا ايه، استحميتي النهاردة بشامبو في مواد فيها بروتين، اوكي هتقعدي اسبوعين ما تستخدميش حاجة فيها بروتين، تمام؟ هتستخدمي الحاجات اللي فيها ارجان، ارجان جوب، الحاجات دي. بعد كده ترجعي تاني تستخدمي حاجة فيها بروتين، عشان كده يبقى شعرك لا هو زيادة قوي اوفر دوز يعني بروتين، او يبقى مفهوش بروتين خالص، تمام؟ فاهمين قصدي ازاي يعني؟ بس هو دوت ملخص البروتين الشعر، تمام؟ بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.